كتاب البداية والنهاية لابن كثير، كتاب تاريخي من الناحية الحديثية لم يحقق التحقيق الكافي، وقد قام بعض إخواننا من طلبة العلم بتحقيق كثير من الحديث وأثاره، فكثير منها ضعيف، وكتب التواريخ تحتاج إلى أسانيد ثوابت قل أن تجدها في كتاب من الكتب. في الإجمال يعطيك، لكن ليس هو كتاب دعوة، ليس هو كتاب دعوة إلى الله تقول أنا أدعو من البداية والنهاية. دعوة إلى الله تتمثل في تبليغ كلام الله وكلام رسول الله للناس، هذا الدعوة. أما التواريخ تأخذها من البداية والنهاية، بس في البداية والنهاية بعض الرواة الذين تكلم فيهم بالكذب، كأبي مخنف الذي يكذب كثيرا، يروى له كلام طويل وغيره. في الجملة كتاب تاريخي، مش كتاب يعني دعوي تدعو به إلى الله.